كل المشاكل. ايوه طبعا فرقت معانا نفسيا جدا. طب احنا هنروح بس للكابتن طاهر رجب رئيس قطاع الناشئين في كره السله للنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا فاروق باشا. ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. تحياتي وتحيات كابتن علي هاشم وطبعا نجوم النادي الاهلي الصاعدين. الله يخليك، سلمني عليهم كلهم. الف مبروك. السنه دي ما شاء الله سيزون استثنائي بالنسبه للقطاع الناشئين. الحمد لله، يعني السنه دي صراحه يعني كسبنا ثلاث بطولات من خمسه في القاهره وثلاث بطولات من خمسه في الجمهوريه، يعني مفيش حد نادي في مصر يقدر يجيب النسبه دي في ظل تنافس كبير في الانديه كلها. انديه اسكندريه طبعا مشهوره بان هي قويه جدا في اسكندريه. نعم. وهنا الجزيره برضه ممكن بينافسها منافسه جامده سواء في القاهره او في الجمهوريه. فالحمد لله، الحمد لله ان احنا قدرنا نخلص السيزون ده. طب كابتن طاهر لازم اسال حضرتك، ازاي قدرتوا تعملوا استراتيجيه توصلوا للنتيجه الاستثنائيه دي انك تاخد كل البطولات اللي بتشارك فيها؟ هو صراحة يعني ده حاطينه في عد اعتبار سنين، ثلاث أربع سنين فاتوا أو خمس سنين فاتوا. طبعا احنا شغالين قبل كده هو كمان، بس ركزنا في ان احنا نقدر نعمل فرقة 16 اللي هي بتخش بطولة المرتبط مع الدرجة الأولى، فرقة قوية من الأول. عملنا حسابها من 12 سنة. نعم. من سن تحت 12 سنة يعني. فطبعا دول بقى في جيلين ورا بعض قدروا يكسبوا المرتبط سنتين متواليتين وحققوا بطولة قوية جدا. كذلك كسبوا بطولات القاهرة وبطولات الجمهورية نتيجة إن هم أعدوا إعداد كويس من الأول. يعني مش وليدة السنة دي، وليدة السنين اللي فاتت. طبعا أنا يعني سعيد جدا بالنتيجة دي، وأتوقع إن هيبقى في عدد كبير يقدروا يلعبوا في درجة أولى دلوقتي ويساهموا ويحملوا اسم النادي الأهلي ويشرفونا إن شاء الله. كابتن طاهر كان في صعوبات، يعني لسه كابتن علي بيتحدث ان في فتره من الفترات ما كانش في ملعب للفرقه انها تتمرن فيه عشان في بطولات النادي الاهلي بينظمها، ازاي قدرتوا تتغلبوا على هذه الصعوبات؟ والله يعني احنا صراحه فوجئنا في بطولات افريقيا الخمسه اللي اتعملت على ملعبنا. نعم. وكانت الضحيه الاولى هي كره السله، على اساس ان الملعب بتاعنا كان استعمل للطايره والهاندبول. فاخذنا شهرين صراحه، قعدنا نلف. هو طبعا في عندنا ملاعب بس هي اول دور زي مدينه نصر والشيخ زايد، بس طبعا المسافه كانت كبيره جدا، فكانت الطلبه بياخدوا من وقتهم كتير، فطبعا كانت دي مشكله. وقدرنا نتغلب عليها بان احنا جبنا ملاعب اخرى، وفي الاخر بعد اللفه الطويله دي والملاعب البعيده قدرنا نجيب مركز شباب الجزيره، بس طبعا حجوزات محدوده واحنا عدد الفرق تسعه. نعم. تسع فرق على ملاعب بيديها لك لفترات محدوده، دي كانت مشكله. انما الحمد لله ده طبعا بفضل كمان المدربين واللعيبه والاداريين كمان طبعا ضحوا كتير في سبيل ان احنا تنتظم برضك العمليات التدريبيه. وانا كنت اتوقع كمان ان كانت تبقى النتائج كمان احسن من كده بكتير وتوصل فوق ال 70% لو كانت المشكله دي ما كانتش موجوده. يعني يا كابتن طاهر برضو حضرتك بتقول الضحيه كره السله ما شاء الله انتوا بقيتوا وحش، انتوا واخدين كل البطولات، ف يعني انتوا قلبتوا الصعوبات لحافز. يعني انت المنافس عليك العتيد هو مانديت اسكندريه. يعني مع احترامي للفولي والهاندبول معظم الانديه يعني تبقى زمالك الجيش في القاهره، انما اسكندريه ما فيهاش يعني فولي بنفس قوه الباسكت. الهاندبول برضك ما فيش عنده فرق في اسكندريه بنفس قوه الباسكت، انما احنا عندنا بينافسنا سبورتنج وسموحه والاتحاد ده اساسي. نعم. غير الجزيره كمان قويه هنا جدا والزمالك. نعم. خمس مستوى فرق منافسه على اعلى مستوى. قويه جدا، قويه جدا، والحمد لله الحمد لله ان السنه دي اسكندريه طلعت ما خدتش اي بطولات،
يعني ما خدتش مركز اول، انما هي طبعا خدت مركز ثاني وكانت بتنافس بقوه برضه. والجزيره اللي بينافسها القاهره بقوه هو برضك عمل نتائج وحشه في القاهره، وهذا دليل في بطوله الجمهوريه اسف، وده دليل على ان نادي الجزيره ده منافس قوي جدا، كان بينافس على بطوله القاهره بقوه، بس قدرنا الحمد لله ان احنا ناخد منه ثلاث بطولات. كابتن طاهر بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ده انا اللي بشكرك على يعني اهتمامك بكره السله واهتمام قناه الاهلي كره السله. لا ده لا واجبنا كان يعني معلش اود ان اشكر الكابتن علي هاشم طبعا، والكابتن ماجد اداري الفريق، وجهاز الطب اللي اشتغل معاهم وجهاز الاعداد، وكذلك برضك معلش اديني فرصه ان انا اتفضل يا فندم احمد الجرحي على برضك بطوله 16 والمرتبط، وعمل شغل ما شاء الله قوي جدا خلال السنتين اللي فاتوا، وكذلك الدكتور وليد الخراط اشكره طبعا برضك لانه قام بشغل ومجهود كبير جدا، وخاصه في توفير الملاعب والحاجات الاداريه، وبرضك الاعداد والجهاز الطبي بتاعنا كلهم، دكتور شريف والدكتور احمد عبد الباسط والدكتور حسن والدكتور احمد الكريم، الحمد لله يعني ابو بوجه الناس ما شاء الله، يعني شغل عالي جدا يا كابتن طاهر، والف الف مبروك على البطولات يا كابتن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. قبل ما اختم كابتن علي كلمه سريعه كده للسيزون.